إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا الخبير الاستراتيجي الأستاذ فارس يونس من الموصل. مرحبا بك أستاذ فارس. حقيقة أنت ابن الموصل وترى ما يحدث 4-5 سنوات على مأساة الموصل ولا تعويضات في الأفق بالنسبة للمتعرضين لقضايا حقوقية مغيبين أو للمتضررين ماديا. نعم، يعني الحقيقة أن هذا اليوم يعني يأثر في نفوس أهل نينوى والموصل خصوصا والعراقيين بشكل عام. هو يوم يمثل نكبة كبيرة للعراق وللعملية السياسية ولكل ما جرى قبل 2014، أن وصلنا إلى نكسة بهذا المستوى بكل المستويات. ويعني أكيد يعني أنا من أهل الموصل وكنت ساكن إلى يوم السقوط، يعني خرجت ظهرا بيني وبين يعني وصول الدواعش ساعات، فعشت الفترة كلها ويا أهل الموصل، أهلي بكل تفاصيلها وآلامها والمعطيات اللي كانت، كيف كان هناك تعامل للدولة مع أهالي نينوى، كانت يعني صورة لا تعكس أن أهل نينوى هم جزء من هذه الدولة أو تتعامل معهم الحكومة في حين أنهم جزء من هذا الشعب. كل ما يجري على الأرض كان يقول أن نينوى خارج السلطة الحكومية، الحكومة المحلية والحكومة المركزية. طريق بغداد موصل كان غير مسيطر عليه، ولا وجود للقوات الأمنية، المؤسسات الحكومية داخل الموصل كان ما يعني قبل ما داعش كان يسمى بالقاعدة، كان القاعدة لها حصة في كل دائرة من الدوائر، في مشاريعها، في تعييناتها، في إدارة حتى أي دائرة حكومية. يعني كم عوضوا من بين 300 ألف شهيد ومصاب؟ كم عوض من حجم دوار تشير إليه مصادر دولية ومحلية يبلغ 80% من كل هذا؟ يعني دمار بقيمة مئة مليار دولار. كم عوض على أثر ذلك كله؟ شوف أخي، التعويض اللي أهل الموصل يعني كل ما جرى بهم من مأساة، يعني خلال فترة داعش وقبل داعش، كان المفروض أن الحكومة تنظر إلى أهل الموصل بشكل آخر. لكنه لو اطلعت على التقارير الحكومية قبل تقارير المنظمات وغيرها، كم نسبة التعويضات لأهل الموصل، لوجدت أنها لا تتجاوز 5% من الطلبات والواقع للتعويضات. 5% من التعويض اللي لا يكاد لا صاحب بيت متضرر ولا يعني شهيد ولا أي صورة من الصور. الناس تعاني بشكل كبير جدا، وإجراءات يعني تعسفية حكومية تعاني وسط سلاح منفلت موجود يعني حتى في الموصل، ووسط يعني فك فساد قوي ورهيب. ما السبيل الخلاص من هذين المشكلتين برأيك؟ والله أنا أقول لك، إلى الآن لازال أهل الموصل يعانون يعني المعاملة الحكومية غير الصحيحة. يعني حضراتكم تابعتوا قبل أيام المحافظة الوحيدة بالعراق اللي تتعرض لأزمة بنزين بسبب التصاريح لشركات النقل. يعني أن يعامل أهل الموصل إلى الآن بهذا المستوى، هذا أمر غير صحيح وغير مقبول. أنت اليوم تريد الناس تكون مع الحكومة مع القوات الأمنية، غير يلاقون خدمات، يلاقون دعم، أن تنطيهم ما يتجاوز. يعني في العالم الغربي عندما واحد يؤسر، يعتقل، يختطف، يأخذوه إلى مصحات وعلاجات وحالات. زين أهل الموصل يعني اعتقلتهم داعش 3 سنوات ويطلعون من هذا المأساة بغضب حكومي. نعم. واتهامات أنهم كلهم دواعش، ويعاملون بسوء من الخدمات وعدم التعامل يعني
شيء يعني يعيد لهم حياة. ولذلك تكثر الدعوات سواء محلية أو دولية لوضع حل ما يجري حاليا في الموصل. أستاذ فارس اليونس، كنت معنا الخبير الاستراتيجي من نينوى، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.